the moon! Produit avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc. Le Mqaddem, c'est le chef de la Sorba. En compétition, il porte désormais un micro, donc tout le monde entend ses instructions et peut prendre conscience de l'autorité qu'il dégage. يا هوليدي هذا واحد عند الله والله حبيبي دخل هذا واحد تحية لا الله. Quand on a parlé avec Younes Chiadmi, expert en Tbourida du rôle du Mqaddem de la Sorba, il a commencé par insister sur le côté spirituel. راه المقدمين كاين داه عليهم وداكشي راه هما الا كانوا مزديين معاه وداكشي راه ما كيبقاوش هما يكونتروليو روسهم هما والخيل ديالهم راه كيولي كلشي من عنده هو راه كيحس بهم بحال شي فوكون دابا بلي زيل ديالو كاملين بلي سميتو الا مشات لي غير اون بلوم كتعطيه اون ديفياسيون في ليغ ولا هذا فهمتيني راه كيحس بها هو راه كيكون لو كونتاكت معاهم حتى لاخر واحد في المعزل يعني يقدر يكون حتى 60 ويسوقهم هو ولكن راه ملي كتكون ملي كتكون الكونيكسيون الكونيكسيون كتكون سبيريتيول سي امنوا بك حيت بكري فاش كيمشي للحرب ما كيمشي بحال دابا في التبريده اللي عنده لاباس شرا لينا وغيصرف علينا ونمشيو معاه هادشي راه سي اوتر ايماج تهضر لك على لو فغي ارمارسيال التبريده وغاتسمى مارسيال التبريده ملي كنخرجوا لاكير راه ما كنشوفوش شكون اللي لاباس عليه في الدوار كنشوفو شكون اللي كتروح معاه السلامه ويجيب العز ونصر غيدينا بالسلامه ويجيبنا بالسلامه ربي مبارك فيه وغنشوفوا واش كيجيب العز والنصر واش كيعرف ما يدير راه رقابنا غادي نخليوهم عنده في يديه راه الا ما قال هوب راه يقولوا الاخرين راه يطحنونا راه خصك تامن تيك خوا بانه هو راه يديك ويجيبك راه هو كلشي عندك هو الجناح اللي مضلل عليك هو كلشي باك وشيخك وكلشي فيه راه في واحد الكوتي سبيريتويل راه ملي كاين داه المقدم راه داكشي راه الا ركبتي مع شي مقدام وهذا وكان المقدم ميصل وعندو الكور ديالو حتى هادشي راه كيتسلم لمشيخه كتسلم بالذبيحه والفاتحه والناس مجموعه وكلشي ماشي بالجيب واجي نعرض على الناس ونجيب طريتور ونقول لهم يلاه معلم وسوقهم راه كاين المقدم وكاين المقدم المقدم راه قدموه الناس والمقدم راه قدم الاعراف وقدم التقاليد ودخل ودار ما بغى بحال داك اللي كنتسناو يدخل يصلي بالناس ودخل ببلغته هو Les Mqaddem sont investis d'une mission presque sacrée. Ils prennent ça très à cœur, de défendre leur tariqa, de l'exécuter parfaitement. Ils s'indignent même quand ils observent des dérives. Écoutez par exemple l'Allah Mustafa Shafiq qui donne sa définition du bon Mqaddem. وخاصو يكون عنده واحد الهائف والعود وخاصو يطلب السلامه ليه ولغيره هذيك السفينه ملي طلع فوق عاودو خاصو يطلب السلامه هذاك السفينه اللي غيتحارب بها باش يمشي بخير ويجي على خير العود فداخل وسط الحرب كاين بارود كاين خيل كاين كذا تعقب ولا ما تعقبش خاصو على وضوء وتكون ناقي وتكون بزاف ديال التقنيات Protéger son art, c'est respecter des règles définies depuis des siècles et que les Mqaddem considèrent comme absolues. لانا كندير علام ما كاني كتغوت الخيل غادي الخيل التصويره انت غادي مقحله ما ترفعش انت عاد ما ترفع المقحله كتقولها واه تنوض الخيل حنا دوك واحد عندنا كنقولها واه كتنوض الخيل شوف على يمينك على يسارك كتغوت انت عاد ما ترفع وكتخرط وكتخول بينما العدو شاف بينتي ليه السمع ديالك شافو خاصك تخرط وتقرن الوقت اللي خرطتي هو كيقرص كيفوت القرطاس ديالو كترجع تقرن كنلعبو تقريبا خياطيه وناصيريه وكنشوفو عينك فرص الجعده كتقلب على العادو دابا ولد عمي راه تبدل الركوب ولا شي حوايج كتشوفهم كتمرض
العلاب غادي كينده وكينده ويصب بجهه المقحلة بجهه وهو بجهه. هذا راه فنون الحرب، راه في المغرب وهنا فنون الحرب. يعاود كان في الحرب وما زال يكون في الحرب. ومثلا نحنا في الدكوالة ما عندناش جبال، كنضربوا البارود فوق راس الخيل، كتشوف هذا العلام الدكوالة وكيقرص فوق، لما كانش طائرة في هذاك الوقت. وي باقي ما كيتقال بزاف، انا داكشي راه كيضرني في خاطري، كنشوف داروا داك عظم العميري ولا الراجل واقف فوق العود، ما يعرف يركب، ما يعرف ينزل، لا بغى ينزل كينقز، بغى يركب يشدوا لي من رجلو تيطلع. انا ما تفهمش ليا، حنا راه داك عظم راه كبر، راه خاصك تمشي رجلك. علاش يقول لك باب الشير ثلاثه، الكوب على اليسر والحزام على اليسر والجامع على اليمن، الشرعيات يكون على اليمن، وتكون وكانت كاينه الشده، كاينه الكمشه، وكانت التريبه، التريبه كتكون ما من المكحله في اليمن، الروس ديال الروس ديال ديال الشرعيات. عندنا ولد عمي الفن ديالنا بالفعل، وكنحقو وكندرسو، ولكن الغالب الله ما الدراري ما ترباوش، ما خاصهم مدرسه وخاصه يكون عليهم السيطره ويكون عليهم حكم، يبغى كان معقول ما يركب على عاودو تيكون قاد بشغلو، تعرف غادي يقرص، تعرف شنو غادي يدير. راه خاص راه ولد عمي خاص راجل اللي بغى يركب خاصو ملي يلبس حوايجو ويصوب حالته ويهز المري ويشوف راسو، ملي يعجبو راسو يعرف راسو راه يعجب حتى الناس اللي غيتفرجو، لا ما يعجبوش راسو يدوز يريح بلا ما يركب. راه عندنا شي فن ما خاصك تسمع داك، وما خاصك تلفات، وما خاصك تقول شي كلام خايب فوق العاود، وخاصك انا شاهد الرجل الشارق بالعاود وكيضربو بالمكحله، هادشي انا كيضرني في خاطري يا ابن عمي. Protéger son art, c'est important, mais ce n'est pas tout. Le Mqaddem, comme tous les cavaliers, aime l'idée qu'il réalise les mêmes gestes que son ancêtre, qu'il se rapproche de lui, même s'il ne l'a pas connu, le temps d'un galop. Pour que cet art survive, il faut trouver à qui le transmettre, former son successeur, maintenir la vieille chaîne du savoir-faire vivante. C'est une autre mission sacrée du Mqaddem. Ada Youssef Oukacham, j'ai adoré le Koubra. Ana ibn Sbeliya, dama f'amri, dama 57 ans. زيد عام 1967 ما نقدرش نحيدو. اخر حاجه نقول لك ملي تيلحق وقت الموسم تتقول شي حاجه خاصني في دماغي، راه الا ما مشيتش للموسم شي حاجه خاصني في دماغي، تنضرب جوج ثلاثه المواسم تتكون الاقصائيات الا ما دخلتش لها المرض. انا ما تهمنيش الاقصائيات ندخل باش نربح، لا ندخل باش الاجيال ديالنا الصاعده اللي طالعه دابا، لا بالنسبه لاولادنا ولا اولاد صحابنا ولا هادو، يعني يخرج منهم شي واحد شي واحد عنده واحد المشعل بحال الشكل ديالي كما كانوا الناس القدام نكون انا، حيت هذا الموروث الثقافي خصو يبقى من الابن لابن. والدليل خير ذلك بان الله يحفظ لنا وليداتنا كاملين، عندي واحد الدري الله يحفظه ووليداتكم كاملين الله يحفظهم، بان تيمارس الدراسه ديالو في الديار الفرنسيه، صبح من الناس انا اللي تنتفاجئ ليه وهو بارك مع اصحابه ناس ما تعرفوش شنو هي العربيه، ناس في اوروبا وبارك معاهم، اللي ولا تيقول يا بابا تصنت تصنت، واش واحد نصراني تيقول لك بانو حفظ الله الخيل اوب، يعني ملي ولا هاد الدري غادي حتى لفرنسا وهز هذاك المشعل، يعني تتقول انا وليت تنحس براسي بحال غادي نهار نموت غنخلي شي حاجه ورايا كما خلاو جدودنا الاسلاف ديالنا، داكشي اللي خلاو شحال هادي وكان زين وكان هذا. غير انا اللي نتمنى ان هاد التبوريده شي فن عظيم، ونبغي يكون لوليداتكم والاجيال الصاعده، لحقاش هاد الدراري ان شاء الله هادو اللي طالعين خصهم يطلعوا بحال الناس القدام. Leader spirituel, gardien du temple de la tradition, responsable de la transmission. L'Mqaddem, c'est tout ça à la fois. Sans oublier bien sûr le rôle de capitaine d'équipe qui doit au quotidien encadrer ses cavaliers. L'Mqaddem Bendihej de la région de Tissa nous parle gestion des hommes. Le 14
كيفاش ترفد معاه، ترفد معايا المكحله، كيفاش تهزها في السماء، كيفاش تقرن، كيفاش تشد العود، كيفاش ديك التخريجه نخرجوها باش تجي موحده. المعامله ديالي هي مساعده، تكبر بهم وتخليهم ناشطين ومشيو ضاحكين وما تزيرش عليهم باش يمشيو هما مرتاحين، وتا داك المقدم اللي كيقوم بهم كيمشي حتى هو مرتاح مع ديك الفرقه. كاين بعض كاين المحالضات اللي كتتعصب، كاين بعض الحاجه اللي كتجيك ماشي هي هذيك كتعصب، كتعارك معاه كتقول له شي كلام اللي هذا، ولكن ملي كتنزل فوق العود كتقول له شي كلام اللي كتعصب عليه، ولكن ملي كتنزل كتلاغي له تقول له ما راني ماشي كنهضر معاك بالك كنخطي فيك ولا كنقول لك شي كلام عيان على حساب شي حوايج، انا غير على حساب داك الترتيب اللي كنكونوا فيه نكونوا مقادين. كتجي الامور ناضيه، هو فرحان وحنا فرحانين. Avec tout ça, le mqaddem n'est pourtant pas au sommet de la hiérarchie. Au-dessus de lui, il y a Cheikh. Il a vrai que le mqaddem, comme je l'ai dit, il faut que les gens soient les gens qui ont été avec eux et qui ont été avec eux pour arriver à la rétabat. Et le mqaddem, les gens qui ont été avec eux, ce n'est pas les gens qui ont été avec eux. Les gens qui ont été avec eux, c'est les gens qui ont été avec eux ou les gens qui ont été avec eux. ومعنا واحد السيد اليوم اللي هو واحد الشيخ كبير من الطريقه الناصريه سميتو السيل معطي بومديان من منطقه جمعه السحي من عبده، حتى هو من الشيوخ ديال الطريقه الناصريه، صديقنا جا عندنا اليوم، هو ضيف عندنا وحنا ضياف عنده. دابا علاش الاسقاط، الاسقاط ديال التيكواندو الوشو اي حاجه على التبوريضه، كاين لو غورو ولا لو ميتر، كاين المقدم الشيخ، الشيخ هو لو غورو، لو ميتر هو المقدم، حيت الشيخ هو الضامن لاستمراريه اصاله اللعبه. يقدر ما يكونش كيلعب شرف مسكين، ولكن هو اللي هو اللي عنده لي تكنيك، الساروت والقفل وكل شيء، يوريك التويشيات ويوريك الافتقيات ويوريك كي دير، هو يوريك لي ديفو ديالك وانت كيفاش تكون تدورهم، وخبير. انت الديفو ديالك ماشي هو الديفو ديال هذا، الديفو هذا ماشي هو، انت نفسك دغيا كتهز دغيا كتزمت، غيوريك كيفاش دير عاودك، انت ماشي هو عاود هذا، عاود كيغضب، عاودك انت يا هاني هذاك، هو عنده كاع داك الشيء كيتلم عنده الروافد وكيعطيو للواد الكبير، هذاك هو الشيخ. دونك الشيخ هو الضامن، سي لونسيكلوبيدي، ما كيعرفش هو غير داك الشيء، كيعرف بزاف الامور في الحياه، هو الضامن لاستمراريه اصاله اللعبه. سي لا فان سيت ايبيزود، مي زيل مانك ان مو، لا باسيون. Parce qu'il faut tout de même que je vous dise, et vous l'avez sûrement entendu, que le point commun entre tous ceux qui nous ont parlé, c'est l'enthousiasme et l'envie de partager cette passion. Produit avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc.